عليها مع بعض ميلك شيك، البسكوت بالقرفه عندي حاجات بسيطه، لبن، بسكوت قرفه عندي، ايس كريم فانيليا، شويه من البيست او المعجون بتاع بسكوت القرفه، وعندي شويه في الاخر من القرفه المطحونه عشان نحطها على الوش، وما عنديش حاجه ثانيه. طيب ميلك شيك يعني البيس بتاعي دايما دايما الايس كريم، صح؟ ده اهم حاجه عندي. اول حاجه هعملها خالص هنزل بسكوت القرفه خلاص، وهنزل عليه بشويه صغيره من اللبن، عايز يبقى في حاجه تحت بس عند السلاح يبتدي يضرب فيها خلاص. ومن هنا الايس كريم بتاعي كله اهو خلاص. الايس كريم هو الاساس في الميلك شيك، هو اللي احنا بنشتغل بيه الاول، ومنه نبتدي نخفف باللبن لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه خلاص. حاجه زياده دي اختياريه جدا، الموضوع المعجون ده يعني ده بس بيضيف قوي او بيخلي الطعم ديب او عميق زي ما بنقول بتاع البسكوت اللي بالقرفه لما نحط شويه من المعجون ده جواه، لكن لو ما لقيناهوش هو مش موجود في كل حته مش لازم خالص خلاص. مش هحط كتير، يا دوبك حوالي معلقه كبيره خلاص. هنغطي وندي الكلام ده اول ضربه، وبعد كده نبتدي نزود اللبن. من هنا نزود شويه اللبن ونغطي ونديها ضربه اخيره.